رسالة تانية بتقول عايزة دواء مناسب للكحة عند الأطفال، أنيميا الفول. تمام. الحاجات العشبية يعني ممكن الحاجات اللي بتحتوي على خلاصة الجوافة والزعتر والشمر والحاجات دي، في حاجة اسمها برونكير شراب، في بنتا ميكس شراب، في ممكن فاست شراب، في جوافة شراب بالاسم كده. الحاجات دي كلها طبيعية ومأمونة، ما فيش منها مانع لمرضى الأنيميا الفول. حلو.